الفنية والتراث السوري اليدوي. اليوم وقت منقول فن وجمال ما فينا ما نروح للعمل اليدوي. اليوم هيك خصينا فقرتنا الأخيرة للرسم على الحجر، يعني كتير منشوف هدول القصص نيرمين، صحيح. وهي فن من آلاف السنين وظل متوارث جيل بعد جيل، وأكيد خضع للتطوير والحداثة. صحيح رشا، قديش يعني احنا ممكن نتخيل قطعة حجر ما بتعني شيء رح تتحول لتحفة فنية. ممكن روح يعني تحسي انه صح. انت عم تخاطبيها. لنعرف اكثر اليوم عن هذا الفن، واليوم هيك ضيفنا اليوم بلش عم يشتغل، يعني اذا فينا ناخذه قبل ما نقدمه. ضيفنا لليوم هو السيد علي عجيب، وهو فنان تشكيلي وحرفي تراثي، وهو اكيد مبدع بعده فنون. كان له تجارب بالعمل بالقش وتفريغ الخشب، ولكن اليوم رح نسلط الضوء على الرسم على الحجر. سعد صباحك استاذ علي. صباحكم، اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. رسم وردي يعني قبل ما نبلش صباحنا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ علي. خلينا نحكي اليوم عن فن الرسم على الحجر، يمكن ما انه كثير متداول بين كثير من الفنانين التشكيليين، ولكن انت اكيد حبيته ومثل ما شايفين قدامنا يعني بدعت فيه. وبصراحه هو الحجر، الرسم على الحجر هو شغله يعني مميزه عند الفنانين اللي بيحبوا يشتغلوا هيك شغلات، يعني اللي بيحب يتميز بشيء بيخترع اي شيء جديد لحتى يتميز فيه. وانا تميزت بالشغلات مثل الحجر، مثل القش او مثل حفر الخشب او الشغلات التراثيه او شغلات طبيعيه وتدوير الطبيعه. دائما انت بتهتم بموضوع تدوير الطبيعه وانك تستفاد من القصص اللي خلينا نقول خالصه استهلاكها، فبترجع لتعمل منها شيء. عم تشتغل ونحن عم نحدثك، خبرنا اليوم استاذ علي هدول الاحجار يعني انت من وين بتجيبهم؟ يعني في مكان خاص او بتجمعهم من مناطق مختلفه؟ هلا معظم هدول الاحجار يعني بحريه، انا بجيبها من البحر او من الانهار، ضفاف الانهار او من الحدائق حتى او من الجبال. يعني في مواصفات معينه للحجره اللي ينشغل عليها، يعني كل حجر يعني كل حجر له الشكل اللي بيوحي انت شو بدي انا اعمل فيه، شو بدي ارسم عليه، شو بدي اكون منه. مثل ما شايفين في احجار، يعني انت بتمسك الحجره وبتتاملها، بدور عليها دوار مثل اللي عم يدور على كنز او عم يدور على شيء مميز. فبتلفت نظري انا كحرفي او كفنان، بس دور على احجار يعني بتلفت نظري الاحجار اللي لها يعني شكل خاص، وانا بشوف انه شو هي الحجر، كل حجر شو بتناسب، شو الشكل المناسب. مثلا مثل هاي الحجر، مثل شكل السيارة. مضبوط، يعني بيوحي شكل الحجر للشيء المناسب له، يعني ما بتعدل عليها، يعني ما بتصير عملية حف أو تغيير شوي بشكلها مثل ما هي. ما بحف ولا بغير بشكلها، بس ممكن نضيف لها، ممكن نضيف من أحجار ثانية مثل السمك اللي قدامك مثلا، أو مثل السلحفة، أو مثل السلحفات هاي. طيب حجر كيف ملزقينه؟ هي الفكرة، في معجونة خاصة، معجونة خاصة للحجر، لاصقة للحجر وأبدية، يعني بصير بشكل جيد. يعني مثل مثلا هاي القطعة عندك، هاي اي تمام. شو هاي حاطينها غلط؟ شوف يعني مثلا سمكة أو شيء، هي هيك بالطبيعة أنا لقيتها مثلا، حوت أو هيك شيء طالع، حوت. فيك تخيلي يا سمكة حوت، يعني اليوم شكل الحجر علي هو اللي عم يساعدك اليوم، هو دائما الرسمة. بيوحي لي بالرسمة اللي بدي أنا أعمل منها الرسمة. يعني في قطع ثاني كمان، في قارب، في شغلات ثانيه مثل هذه الدجاجه، مثل هاي الشمس والقمر مثلا، شمس والبحر كمان. لا هون صار عندنا من الحجره شكلنا منظر طبيعي. هي هيك انا ملاقيها هيك يعني بالطبيعه مثل ما هي. حلو. هلا هنن نفس الاحجام شغلك عليه بنفس الاحجام او في، نحن اليوم كرمال الاستوديو انه اخترنا، قلتنا لك انه حابين نشوف شيء حجم صغير. لا في اكبر طبعا، في اكبر، في شغلات اكبر. اي طيب انت عم نحكي شو عم ترسم، وخلينا نحكي شوي على الالوان. هدول الالوان اللي بتستخدمهم شو انواعهم؟ هل هي الوان ثابته؟ في نستخدم اكثر من نوع من الالوان، مثل الوان الغواش او الوان الاكريليك، وفي ممكن نستخدم الالوان الزيتيه كمان. نعم. ميزه فينا هيك نشوف شوي علي شو عم يشتغل لو سمحت. هدول شو نوع اللون المستخدم؟ اريح نوع هو الاكريليك. ثابت اليوم اللون؟ ثابت وسهل التشكيل، وسهل تشتغل هيك وانت رافع ايدك شوي، وسهل التنظيف كمان. اي طبعا، وسهل التنظيف. حلو. يعني اذا
تلوتنا او كذا سهله. هو جماليته تكون ثابته الرسمه يعني طبعا بنعرف انه هذول سنين. عندي بعض الاعمال اللي انا جايبها صار لها سنين طويله عندي. حلو، خلونا نشوف هاي. حلو، لوحه كمان حصان. اليوم علي رحت لتدريب الاطفال وتعليمهم هذا الفن، يعني شو الاعمار اللي بلشت فيها مع الاطفال وهل في تجاوب؟ حبوا القصه يعني؟ كثير انبهروا فيها وحبوها كثير، ومنه صاروا لما صاروا يتعلموا صاروا هن يروحوا على الطبيعه، لما يروح حدا منهم اهاليه يروحوا على البحر، يروحوا على الحدائق، يصيروا يدوروا على الحجار المناسبه. يعني انا يعني استفزيت عندهم هالملكه هي، انه يصيروا يدوروا على بالطبيعه على الحجر المناسب ويجيبوا لعندي ويصيروا يشتغلوا فيه، ويصيروا يعني يخترعوا شغلات. وحتى مو بس الحجار، يعني في كثير اشياء، اوراق اشجار، اغصان اشجار، خليت عندهم مثل حافز انه يشوفوا هي كل شغله انه شو ممكن نحن نعمل منها. يعني تغيرت نظرتهم لهالشغلات البسيطه هي اللي ما كانوا يديروا بالهم عليها. ما عندها تلفتهم يعني، ما كان بس حجره بالنسبه، ما عندها اهتمام، ما عندهم اهتمام فيها يعني. كان طيب، يعني الواضح انه الرسم على الحجر بتحسه بنمي موهبه التخيل عند الشخص وقدرته على التخيل. يعني نحن احيانا مثل ما قلت بنمرق من جنب احجار عاديه ما بتعني لنا اي شيء، ولكن شكلها يمكن بخلينا بقى نتخيل نحن. كمان الذاكره هيك الفنيه او التشكيليه ما بدها شيء غذيه لحتى تساعد على أن تتخيل أكثر؟ طبعا ما الفنان صغير أو كبير مو دغري بينتقل لشيء مثلا، أو بدي يبلش من الأساس، مراحل. من الأساس مراحل، بدي يتعلم أول شيء رسم بالرصاص أول شيء، يتعلم رسم الأشكال الهندسية، يتعلم تظليل، بعدين يتعلم شكل الإنسان، الحيوانات البسيطة مثلا كيف القطة كيف بده يرسمها، رسم من يكون الشكل هذا من دوائر، من صحيح. مربعات، من هيك شغلات، يعني كتقريب لعقل الطفل. وبعدين بيطور نفسه. بس لازم يكون في شيء بالفطرة موجود يعني. اليوم طبعاً. أنا حلمي أعرف أرسم. أنا الحلقة الماضية شاركتك بشغل القش، فهلا ما حبيت أتدخل مشان ما أنسى لك شغلك. أبشر حدا من الأحجار يعني خطرة كمان. طيب، هلا علي اشتغل هاي القطعة ونحن عم ندردش على الهواء. طيب علي، اليوم نحن قدمنا هاي القطعة، حضرتك رسمت الوردة على الهواء، ولكن الحجرة هي مرقت بمراحل، يعني إن كان بالألوان، إن كان قبل ما تروح للمسات الرسم الأخيرة يعني. خلينا نحكي سريعا عن مراحل هاي الحجره. بعد ما انا اعمل جولتي على الطبيعه واجيب الحجار، فبعمل لها اكيد غسيل ممتاز، بعدين اي حجر بدي اشتغل عليها شيء بدي اسسها ما بخليها على لونها الطبيعي، وفي منه ممكن يكون لونها حلو، بس اذا حسب الموضوع انا بعمل الخلفيه تبعها. تمام. وبعمل بقى الرسمه اللي مناسبه لهالحجر بالذات. مثل هدول مثل شكل الباذنجان، مثلا هدول باذنجان هي. يعني هي منزلات التي يعني صارت، يعني بحط بشوفون الاهالي او الاطفال او كذا، او الفريزات هدول مثلا كيف بتلاقي اليوم تقبل العالم؟ حقيقيات يعني، فكرون فريز مثل فريز. انا غشيتني وقت حطيتهم على الطاوله، فكرتهم ضيافه. بس رمضان ما فينا يعني. كنت عم تسألي عن تقبل الناس. كيف لقيت تقبل العالم اليوم؟ يعني لما نحكي عن هي المنتجات الفنية، بتلاقي أشخاص إنه بحبوا يوصوك على رسمة معينة صاروا بحبوا يقطنوها؟ في موضوع الهدايا ممكن، يعني هي مثل اسم أو رسمة، اسم مع رسمة مثلا كثير انطلب مني، يعني رسمة مع اسم، يعني أي مثل الورد اللي رسمتها هلا بقرنها مثلا مع اسم المهدى اليها مثلا. هديه حلوه ودائمه يمكن رومانسية. بتحب هن اكثر يمكن رجل الاشخاص اللي بيحبوا الطبيعه، يعني نحن وقت عم نلمس الحجر عم نحس قديش هو بارد. صحيح. عم نحس فيه قديش هو حياه. يمكن اشخاص كثير بيعتبروها انه بتعطي طاقه بالبيت، حتى بيعلم الطاقه بتعطي هيك ممكن. لمسه مميزه غير المنتجات الثانيه اللي بتكون شوي صناعيه. في ناس شفت بيستخدموها بالتدليك كمان بالحجار هذول. هي من الطبيعه دائما نحن باي شيء بنرجع للشغلات الطبيعيه بنحبها اكثر. استاذ علي، خلينا نحكي عن موضوع التسويق. هذا المشروع هو مشروع رزق بالنسبة لك، هل اليوم عم تبيع عم تسوق، وهل اليوم السعر عم يناسب جهدك وساعات العمل عندك؟
لا بصراحة يعني مو بس الحجار، أي شيء عم نشتغله هلا كان الخشب أو القش أو حتى الرسم التشكيل العادي فنون تشكيلية معظمها سوء أداء قليل هلا نادر جدا يعني. احنا عم نشارك بمعارض بس التسويق قليل بسبب ممكن الحصار، ممكن قلة شو اسمه الناس اللي عم تجي على المعارض، أو ممكن قلة السواح مثلا او الاخوان العرب او هيك يعني اللي كانوا يجوا يسوقوا هيك شغلات كانت افضل حركه وقتها. افضل يعني اقتصاديا. طيب قبل ما نختم مع حضرتك، شو الدعم يلي بتحتاجه او اي رساله اليوم بتحب توجهها لجهه معينه او لحدا حابب يتعلم هذا الفن وحبه؟ الجهات الرسمية نحن نحتارين اتحاد الحرفيين أو اتحاد الفنانين التشكيليين ما عم يقصروا بالشغلات هي، في معارض وفي شغل بس الكلفة عالية علينا. مواد الأولية أصلاً؟ المواد الأولية عالية، الألوان صارت غالية كتير وهني ما فيهم يعوضون عنها يعني، فكلوا على حسابنا هذا. والتسويق مثل ما قلت انه قليل حاليا. معناتها اليوم مو مانو مشروعك الاقتصادي اللي انت عايشه انه اكيد يعني، هذا فينا نقول شغف وحب يعني فني عندك يعني هوايه او تسليه او يعني تسليه. خلينا تسليه. ومنه اليوم في رساله انت عم توصلها استاذ علي لتعليم الاطفال واحياء هذا التراث القديم، فهي رساله نبيله كمان لإلك. اكيد كل فنان عنده رساله للمجتمع ككل، وهي رسالة الفن هي الجمال والحياة وتفاؤل بالمستقبل، وهي الأمور هي بتخلي يعني مثل الأطفال خصوصا أنه ينظروا للحياة بشكل أفضل، شيء يعني مختلف، شيء مختلف يعني شغلات اللي بيشوفوها بالحدائق بالبحر بالطبيعة ما لها قيمة، بيشوفوا انه ممكن نعمل منها شيء حلو كثير. حلو هو اكيد حلم يعني مش شيء مثل ما قلت ما له قيمه، ولكن هو بيحيا بايدينا بنقدر نوصل فيه. صحيح يعني، وقديش حلو نحن بنسميها المخلفات الطبيعيه يمكن ما بتعني لاي شخص، نحن نقدر نطلع منها لوحه حلوه. قديش اليوم الحجر اللي يمكن ما كثير هو يعني بيعطي معنا الاساورش، اليوم نحن قادرين نعطيه روح ونعطيه جماليه معينه. بدنا نشكر كثير وجودك معنا لليوم، وشكرا لكم وكل التوفيق لك وللمساتك الفنيه الحلوه. شكرا لك ولحضورك الاستاذ علي عجيب، فنان تشكيلي وحرفي تراثي. شكرا لك وشكرا لهذا الجمال اللي ختمنا فيه صباحنا اليوم. شكرا لكم. شكرا نحن وصلنا لنهايه